يا جماعة أنا عملت حادثة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. يمكن لاحظتوا الكام يوم اللي فاتوا كنت مختفي شوية، مش موجود على القناة. ده عشان زي ما انتوا شايفين أنا الأيام اللي فاتت كنت كلها تقريبا في المستشفى، عشان أنا تقريبا من 5 أيام عملت حادثة بالموتوسيكل. يمكن متابعيني على الانستجرام عارف إن أنا على طول بركب الموتوسيكل هنا في الكويت، بتحرك بيه في كل مكان. طول ما الجو يسمح بكده بروح شغلي بالموتوسيكل، باجي بالموتوسيكل، بتحرك في كل مكان بالموتوسيكل. غير ان هو حاجه فن ولذيذه وكده، لكن برضو بيوفر معايا وقت كتير جدا في الزحمه، وده السبب الرئيسي ان انا بسوق الموتوسيكل دايما طول ما الجو ينفع في الكويت. الكويت مؤخرا بقت زحمه بشكل رهيب، فالموتوسيكل بيوفر معايا وقت كويس جدا وانا رايح شغلي، وانا راجع من شغلي بيوفر معايا يمكن اكتر من ساعه، نص ساعه في الرايح ونص ساعه في الراجع، بيخليني اقدر اوصل شغلي في ميعادي برغم وجود الزحمه القويه جدا. انا فعليا كنت ناوي اعمل فيديو مخصص اكلمكم فيه ليه كل واحد فعلا المفروض يحط في باله فكره الموتوسيكل، ان هو فعلا بيوفر معاك وقت كويس جدا في الزحمه، توصل شغلك في ميعادك، وكمان ارخص من العربيه، وزي ما قلت لكم فن والطف بكتير من انك تقف بعربيتك في وسط الزحمه. طبعا هو منظري دلوقتي لا يحفز ولا يشجع ابدا على فكره زي دي، ولكن بصراحه انا لسه عند مبدئي ولسه شايف ان الفكره كويسه جدا رغم اللي حصل. طبعا الحادثه حادثه ممكن تحصل في اي حاله من الحالات، وقدر الله ما شاء فعل. الحادثه اصلا على فكره مش غلطتي، انا ما عملتش اي حاجه غلط، انا ما كنتش متهور، ما كنتش بجري، ما كنتش بعمل حركات مثلا بالموتوسيكل، ماشي طبيعي جدا، حتى الشوارع اصلا يوميا كانت تعتبر فاضيه. اللي حصل هو ان انا زي كل يوم صحيت الصبح بدري، نزلت تقريبا على الساعه 7، لابس الخوذه بتاعتي، لابس الجلافز، ولابس شنطه كبيره على ظهري، وانا في طريق للشغل لسه ما مشيتش مسافه حتى طويله. كنت بطلع من طريق على طريق تاني يعتبر هاي واي، فانا اعتبر ماشي في شارع صغير. الشارع الصغير ده هيلحم في طريق سريع كبير، الطريق السريع ده سرعته 120، فانا لسه بشبك في الطريق السريع واخد شمالي شويه عشان ادخل في الحاره اللي جنب الحاره اليمين، وفي واحد قدامي ماشي ببطء شنيع، يمكن ماشي بسرعه 40-50 اخره. والشخص اللي مش لطيف جدا ده اللي ماشي ببطء غير مناسب ابدا للطريق السريع، غير ان هو ماشي في طريقه، لا هو كمان واخد شمال وبيتحرك بعرض الطريق تقريبا، واخد 3 حارات ماشي بيهم بنفس السرعه البطيئه دي. فانا متجه للشمال اسرع منه طبعا بكتير، وهو متجه برضه للشمال ولكن ببطء شنيع، وزي ما قلت لكم بيعدي تقريبا 3 حارات في نفس الوقت قافل على الطريق، فحسيت ان انا مش هلحق اعدي من شماله. فهو طبعا فعليا كده كسر عليا بشكل رهيب، وكسر برضه على ال3 حارات اللي جنبية، عشان هو ماشي بالراحه جدا، ولو كان ماشي اسرع شويه كان فتح الطريق حتى من الناحيه الثانيه. فانا في اللحظه دي قررت ان انا احاول اعديه من يمينه لان هو مازال متجه ناحيه الشمال، فميلت بالموتوسيكل ناحيه اليمين وبدا فعلا يحود، ولكن هو بطيء جدا، وفي اللحظه دي بدا يعدل كمان ناحيه اليمين ثاني، فقفل على الطريق تماما. طبعا فرملت باقصى ما يمكن، بس للاسف كان في زلط كتير في الارض بسبب الامطار اللي كانت في الايام اللي قبليها، الموتوسيكل ما فرملش كويس وبدا يتزحلق على الارض. كنت خلاص هفلت من يمينه ولكن دخلت في طرف الاكسدام اللي ورا بتاعه. وطبعا الموتوسيكل مش زي العربيه في النقطه دي خالص، مجرد خبطه بسيطه وانت ماشي على اي سرعه انت هتطير تماما مع الموتوسيكل، كل واحد فيكم هيروح في اتجاه اساسا، وده فعلا اللي حصل. انا ما شفتش الموتوسيكل بعد اللحظه دي، وطبعا طرت وقعت على الارض. المشكله انت مش بتطير وبتهبط في مكانك، لا انت بتقع وبعد كده بتتدحرج، عشان انت واخد مومنتم واخد سرعه، بتتدحرج وبتتزحلق، عشان كده هتلاقي اصابات في اماكن متفرقه في الجسم كله. طبعا الحمد لله جدا ان انا كنت لابس الخوذه وقافل الازاز بتاع الخوذه، وكنت لابس شنطه كبيره على ظهري، ده حماني جدا الحمد لله. لكن انا للاسف ما كنتش لابس جاكيت، الجو عندنا ما زال يعتبر حر شويه، فايديا هي اللي خدت الصدمه كلها على الارض. بعد الدحرجه الكتير دي سبت في مكاني اخيرا، وبدات ادرك طبعا ان في اصابات كتير وفي حاجات كتير بتوجع. الناس اللي ورايا الحمد لله خدوا بالهم وفرملوا ونزلوا من العربيه يطمنوا عليا ويقلعوني الخوذه والشنطه. في ناس منهم بالصدفه كانوا عارفيني، يعتبروا فانز للقناه، فطلبوا لي الشرطه وطلبوا لي الاسعاف. فلو اتفرجوا على الفيديو ده اشكركم جدا جدا. الاسعاف طبعا نقلتني بعد كده المستشفى، ودخلت على الطوارئ، بدأوا يكشفوا عليا ويعرفوا ايه الاصابات اللي موجوده. الاصابات تعتبر كوكتيل ما بين كسور وما بين جروح بسبب الاسفلت. عظمه الترقوع، العظمه اللي بتربط ما بين الرقبه او الكتف مع عظمه الصدر هنا الناحيه اليمين اتكسرت للاسف. في عظمه صغيره كمان في ايدي فوق الصباع الصغير، دي تعتبر برضو مش اتكسرت ولكن اتضغطت في المفصل اللي فوقيها. عندي كمان عظمه طرفيه كده جنب الظهر برضو تعتبر اتكسرت كسر خفيف. غير الكسور طبعا في جروح تعتبر سفلته في ايديا الاثنين، وكمان شويه في رجليا طبعا بسبب ان انا وقعت على كتفي، و
مشيت شوية كده على الأسفلت على أيديا، فطبعا كده دي تعتبر مؤلمة جدا جدا. بس طبعا على حادثة زي دي الحمد لله جدا الإصابات جت على قد كده. طبعا الحاجات دي محتاجة وقت عشان تبدأ تلتئم وكده، ولكن طبعا زي ما قلت لكم الحمد لله أنا مش متضايق أبدا. هي المشكلة في عظم الترقوة دي إن هي للأسف ملهاش جبس، فلازم أفضل زي ما أنتم شايفين لابس البتاع دي عشان أثبت إيدي في المكان ده لحد إن شاء الله ما تبدأ تلتئم وتلتحم لوحديها، الجزئين المكسورين يلتحموا في بعضهم. الموضوع ده اكيد محتاج شويه وقت، ممكن يوصل مثلا لثلاث شهور، نفس الكلام مع العظمه اللي في ايدي، ولكن يا رب يكون اقصر من كده. وطبعا يا ريت دعواتكم معانا. وقت الحادثه كان في جيبي البيكسل 3 XL، الحمد لله طلع سليم ما حصلوش حاجه. في الجيب الثاني كان معايا النوكيا 7.1، كنت واخده عشان اصور بيه كام صوره، ولكن للاسف هو طار من جيبي والشباب جابوا لي من نص الشارع، ف تقريبا ظهره اتدمر تماما، ونفس الكلام على الكاميرا للاسف ما لحقتش اعمل لكم ريفيو عليه. في الشنطه كنت لابسها على ظهري كان معايا اللابتوب، كان معايا البيكسل 2 XL، كان معايا طبعا الشاحن والماوس وشويه هارد ديسكات. اللابتوب الحمد لله طلع سليم مع شويه اضرار بسيطه جدا. البيكسل 2 XL للاسف اتدمر، الشاشه بتاعته اتدمرت اتكسرت تماما. كان عندي هارد ديسك 2 تيرا مليان على الاخر للاسف باظ اتكسر تمام، يعني حطه في شنطه جوه الشنطه، ولكن الحمد لله. طبعا كل الحاجات دي اكيد مش مهمه ومش فارقين معايا، دي مجرد بس حكاوي انا بحكي معاكم اللي حصل. يعني انا حاليا في اجازه مرضيه من الشغل، طبعا صعب ان اروح الشغل دلوقتي، فاول 3 ايام صراحه اصلا كنتش قادر اتحرك، ولكن دلوقتي الحمد لله بدات اتحرك واروح واجي في البيت، فالامور بدات تستقر. انا عايز ان شاء الله الفتره اللي جايه احاول ان انا اعمل فيديوهات، مش عايز استسلم للموضوع واقعد زهقان بقى ومش عايز اتحرك وكده، لا عايز اكمل حياتي عادي وتقبل الموضوع. فان شاء الله هحاول بشكل ما، عارف انه هيكون صعب اكيد والموضوع هيطول شويه، ان انا اصور فيديوهات واكمل الحاجات اللي اوريدي كانت متاخره جدا عندي. فاولا توقعوا ان تشوفوني بهذا المنظر الفتره اللي جايه ان شاء الله، واعذروني بقى اذا كان في تاخيرات مثلا في الفيديوهات او في الريفيوهات وكده، بس ان شاء الله على قد ما اقدر هحاول ان انا ابقى اب تو ديت. هحاول اخليكم اب تو ديت اكتر على انستجرام عشان هو اسهل شويه خلال الفتره اللي جايه، عشان المونتاج على يوتيوب صعب قوي بايد واحده وصبعين، لسه ما جربتش بصراحه، لسه بشوف هعمل مونتاج الفيديو ده ازاي اساسا. مش عايز الفيديو ده يعقدكم الموتوسيكلات، كل حاجه اكيد وليها مخاطر، الواحد بس بيامن نفسه بيعمل اللي عليه، يلبس الخوذه ويلبس وسائل الحمايه الممكنه، طبعا الباقي كله على الله. في النهايه كالعاده انا بشكركم جدا، بشكر دعمكم المتواصل للقناه، معلش استحملوني شويه الفتره اللي جايه لو اتاخرت عليكم، ولكن زي ما قلنا ان شاء الله هحاول بقدر الامكان اكون معاكم اول باول. وبس اشوفكم ان شاء الله قريبا في الفيديو اللي جاي. سلام.